في حفظ الله ورعايته أيها الحفل الكريم أيها المتابعين الأعزاء، شوط الختام هذا الشوط الذي يودع سباق هذا اليوم وختام مسك. تعلن انطلاقة شوط المهجنات العصايل للزمول. نسير مع بداية هذا الشوط، ناخذ المركز الأول والتحدي الأول أعقاب لراشد بن سالم بن عبيد العامري الاكتبي على قيادة الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز مسندم لراشد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم لنا مسندم، بينما المركز الثالث، ثالث المراكز يتواجد وضحان لهادي بن سالم بن سليمان المنصوري يتواجد على المركز الثالث. أما المركز الرابع، رابع المراكز يتواجد أيضا شعار بن مروشد الحاضر على المركز
على المركز الرابع للسيد هناك القادم غزيلان راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد، بينما الوصول شعار بو راشد يتواجد والحاضر هناك اللي هو شاهين حليس بن راشد بن حليس ركتبي يقدم لنا حضوره، يقدم تواجده على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز غيار احمد بن سعيد بن مطر بن فرح الكتبي يقدم لنا غيار وجواره مشقي ايضا سالم بن مطر ايضا بن فرح الكتبي، هكذا الاثاره، هكذا التحدي، هكذا المنافسه. نعود الى قياده الشوط والى المركز الاول. نعود مع البداية، نعود مع اعجاب اللي على الصدارة، اداها اعجاب، حضورها اعجاب، تواجدها اعجاب على قيادة الشوط. يا سلام يا سلام، بسم الله وما شاء الله. راشد بن سالم بن عبيد العامري الاكتبي، روح يا بالعامري حرك محركاتك. وصل بن مروشد، وصل بن زيتون، وصلت الاسماء القوية، وصل رعم شجي، وصل بالحبة. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ يحرك بن فرحة على مقدمة الشوط، بدأ يتحرك غيار انطلق وسيطر غيار على المركز الاول للسيد احمد بن سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي، انطلق على المقدمة، سيطر على قيادة الشوط، اندفع بناموس هذا الشوط، بدأ ينطلق يسير بنحو الناموس بخطوة الانتصار. الله يا قيار على المقدمة. المركز الثاني يتواجد الحاضر على المركز الثاني اعجاب يتواجد اعجاب، راشد بن سالم بن عبيد العامري، بسم الله وما شاء الله، تحرك اعجاب، انطلق اعجاب، سيطر اعجاب على المقدمة، عادل الفوز، تحرك على المركز الثاني القادم شعار بن زيتون، يتحرك بقوة في ثاني المراكز الذي بدأ وضحان قير وضحان، انطلق على الصدارة، سيطر على ناموس هذا الشوط بالمركز الأول. هادي بن سالم بن سليمان المنصوري بدأ يسيطر، شوط الختام بدأ ينطلق على الصدارة على البداية وضحان، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار للسيد هادي بن سالم بن سليمان المنصوري على فوز وضحان بهذا الشوط. لحظات وصول المركز الثاني للسيد راشد بن سالم بن عبيد العامري الاكتبي، والمركز الثالث والرابع شعار بن فرحة، خامسا شعار بن قطامي، سادسا شعار بالحب. التوقيت مشاهدينا الكرام 8:42، تهانينا والناموس لسيد راشد بن سالم بن عبيد العامري الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. وصلنا الى الختام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.